بمشيء الله عملنا النهاردة هنتكلم مع بعض عن نسبة الموديل. احنا بدأناها في المحاضرة اللي فاتت، يعني لو خدت بالك في المحاضرة اللي فاتت احنا كان في الموضوع بتاع السيجنال بروجرام، بس عملنا ايه؟ عملنا نسبة الموديل عشان نرسم منه الايه؟ السيجنال بروجرام. حصل؟ جبنا كده سيركت كده بسيطة أو صعبة مش بقضيتنا وعملنا منها موديل. هناخد برضه مثال كمان، بس هنحاول يعني برضه عن السيماتيك الموديل، بس نعمله بالجروب دايجرام علشان يبقى انت مهيئ نفسيا ان ازاي كان اصلا استحدث الجروب دايجرام، وانت كده بقى عندك احساس داخلي ان الجروب دايجرام او السيجنال فوتوجراف ما هي الا تولز لكن مش غايه. التولز مش ايه؟ مش غايه. السيماتيك الموديل هي الغايه، مش كده؟ ازاي اعمل السيماتيك الموديل؟ ارسمها سيجنال فوتوجراف، ارسمها جروب دايجرام، دي مش قضية، لان هي اداه عشان اجيب الترانسميت فانكشن. واصله كده يا جماعه؟ يبقى احنا كده عجلنا الثلاث شباب في ايه؟ فكره واحده. خلينا قصدي شباب تعالى ناخد مساله، هنعدل على المساله دي المره اللي فاتت تعديل بسيط كده عشان تعرف ازاي التعديل البسيط ده ممكن يغير شكل الموديل، ممكن يغير شكل الجروب دايجرام او السيجنال. فهنا هنرسم دايره كده لطيفه. هنا المسألة بتاعتنا بنقول مثلا find the transfer function of the electrical network using block diagram reduction. كده ايه يا جماعة؟ ما عادش عندك اختيار. بقول لك ايه؟ find the overall transfer function for the given electrical network using block diagram reduction. هنا ما اصبحش في اختيار. اصبح ان اداه التولز اللي انا عامل بيها الريدكشنز او اللي عامل بيها الاوفر بلوك الاوفر ترانسفير فانكشن هتبقى بلوك بلوك، فما عنديش اختيار ان انا تبقى ايه يا جماعه؟ سيجنال بلوك. اصلا شباب هتبقى يبقى اول حاجه ان انا اعمل موديلنج اللي هو شطر السيماتيك الموديل الاساسي معايا. طبعا هنا المره اللي فاتت كانت الدايره دي مفتوحه، كان الاول مستاجر على البرانش ده كله ده وده، الامر اختلف فاصبح هنا ان انا مفترض هفترض التيار في اتجاه عقارب الساعه مش على حسب المره اللي فاتت ما كنتش هنا ما قلتش هنا تيار كذا وتيار كذا، افترضت هنا التيار ان ده مسار مغلق في اتجاه عقارب الساعه، هنا قلت لك التيار ما ينفعش يبقى مع عقارب الساعه لان التيار ما يقدرش يمشي فين؟ في الهواء. فالايه؟ في الهواء. لكن هنا اصبح في مسار مغلق ولا ما فيش؟ يبقى اذا فرض التيارات بتاعتنا هتبقى في اتجاه ايه يا جماعه؟ طلع احنا بس ما تشي الرجاله على كده بس خلاص يا جماعه تمام. هنا علشان كده بقى لو طلع التيار بيستلف اقول يبقى اذا انا عكس اتجاه التيار الايه المفروض، اما لو طلعت التيارات ثلاثه بقول يبقى الافتراض اللي انا عامله افتراض ايه يا جماعه؟ صحيح. تمام يا شباب؟ طبعا هنا ابدا اعمل اناليسيس. طبعا وانت بتعمل اناليسيس سواء في البلوك دايجرام او في السيجنال فوتوجراف في الموديلنج بشكل عام لازم تحدد اول كرنت اند اول فولتج، اول كرنت اند ايه نود فولتج، اول كرنت في البرانشات او في اللوبس. طبعا انا عندي كام لوب هنا؟ تو لوب، يبقى اقصى كرنت هيبقى كام؟ تو كرنت اللي هو اي 1 واي 2. عندي كام نود؟ ثلاثة برضه نود. فين الثلاثة اللي قدام مني؟ أول نود اللي هو مين؟ النود دي، والنود دي طبعا لأنها إيه؟ دي زيرو فولت. صح الكلام؟ ليه؟ الاتصال المباشر بين الجراوند. يبقى اذا النود دي بكام يا شباب؟ النود دي معروفه ولا مش معروفه؟ معروفه دي بي ام. طيب النود دي معروفه ولا مش معروفه؟ مش معروفه. اقوم ادينا اي مسمى. خلاص احنا اتفقنا ان هي بي اكس واسمها بي اكس، افرض واحد غيرها في مسمى اخر وحر. مش كده برضه؟ لكن هي في النهايه نود فولتج هنسميها بي اكس مفيش مشكله. النود دي طبعا معروفه ان هي طيب النود دي ليه؟ لان النود دي متصله مباشره بمين؟ برضه هتاخد كام؟ زيرو فولت. مش كده برضه يا حبيبي؟ اتصالها مباشر بمين؟ بالجراوند. يبقى النود دي بتسمى كام يا رجاله؟ يبقى احنا سمينا دلوقتي اول نود اول فولتج، اول نود فولتج واول برانش ايه يا جماعه؟ كرنت. في اي مشكله كده يا جماعه؟ تاني حته عايزك تتعلم عليها بقى، احنا هدفنا ان احنا نجيب ايش بقى؟ المسألة اسمها ايه؟ فايند ايه؟ الترانسفير فانكشن دي في انهي دومين؟ يبقى افضل حاجة تحط الامبيدنس بتاعتك في الدومين اللي انت بتشتغل فيه. لانك لو هتشتغل تايم دومين يبقى هتقول لي بقى اذا تكامل واحد على سي واحد،
تكامل التيار اي واحد في الدي تي صح كده انا غلطان لكن انا هشتغل في التايم دومين ولا في الاس دومين يبقى الامبيدنس بتاع المقياس ده هيبقى يساوي كام واحد اس واحد اس بحط الموديل بتاعك او احط النتورك بتاعتك في الدومين اللي انت هتجيب منه الترانسفير فانكشن الا هو الايه الاس دومين الناس بتنفع معاك الا هو ايه يا جماعه الاس دومين اذا الامبيدنس بتاعك دي هتطلع كام كام واحد على سي واحد اس ودي هتشبني كده وقدم عليها ايه واحد على سي اثنين اس طب ليه انت عملت كده يا دكتور علشان استعمل الفيزيك دوم عشان ما دخلنيش نفسي في دوامات الكهربيه وربما ما كنتش شاطر في الكهربيه ايام زمان تقول لي انت بتقول كده بتعاقبني مرتين مره في الكهربيه ومره فين في الكنترول اقول لك انت بتعرف الفيزيك دوم تقول لي اه اللي هو بيقول لي قانون اوم فرق الجهد بين الطرفي الموصل بيساوي ايه على معاقب الموصل يساوي الايه طيب مفيش ابسط من كده اوعى تقول لي كمان ده كمان ما اعرفوش اقول لك طيب انا ما اعرفكش صح كده ولا غلط يبقى اذا انا هنطبق قانون اوم عشان كده حطيتها في صوره امبيدنس معاقب ليه عشان اوصل ان انا ابقى اطبق قانون اوم بمنتهى السلاسه فرق الجهد بين طرفي الموصل لا تقول موصل ولا مش موصل على قيمه المعوقه المعوقه بيساوي التيار اللي ماشي في هذا النص صح كده انا غلطان كنت على حبايبي صح كده نبدا بقى نعرف اول كورنت اند اول فولتج اول حاجه كام يا جماعه؟ يبقى اول اي واحد يساوي هنطبق قانون مين ايه يا شباب؟ نرد يا شباب هنطبق قانون ايه يا شباب؟ اللي بيقول ايه؟ فرق الجهد بين الطرفين الموصل هل انا موصل؟ ار 1 يبقى عندي هنا ايه؟ اي ام اكس على ار 1 يساوي حلو الكلام ده بي ام ناقص بي اكس على ار 1 يساوي احطها في صوره ايه؟ جين واشاره الاشاره دي هتتضرب في جين ايه؟ مش كده برضه؟ يبقى ده هيتحط هتساوي جين يا جماعه واحد على ار 1 مضروب الاشاره بتاعت ايه؟ نسمع الصوت ناقص واحد على ار 1 ده اي مشكله كده يا رجاله؟ عظيم طيب الفي ام معرفه ولا مش معرفه؟ معرفه لان هي الفي ام سيجنال اللي انا هتحكم فيه عايز احط ستيب فانكشن هحط ستيب فانكشن عايز احط سيكوس هحط سيكوس عايز احط سكوير ويف هحط سكوير ويف عايز احط ساين ويف هتحط ايه؟ ساين ويف معروفه ولا مش معروفه؟ لان حضرتك لما النقطه دي هتحط الفي ام بتاعتك صح كده؟ مين اللي مش معروف عندي هنا؟ على طول هو عامل ايه؟ في اكس يساوي او على طول في اكس ايه؟ يساوي طيب في اكس يساوي خد بالك من اتجاه التيارات المره اللي فاتت كنت حاطط لك فخ وانا طالما عرفت لك فخ يبقى مش حاطط لك فخ ولا حاجه صح كده وانا غلطان هنا التيار هناك في هناك المساله بتاعت السيشن اللي فاتت كان ايه؟ اي واحد ناقص اي زائد اي اثنين هل ينفع كده اقول اي واحد برضه ولا هنا بقى ايه؟ واحد نازل والتاني صاعد واحد نازل والتاني صاعد ياخد نفس الاشاره؟ لا يبقى هنسيبها ايه بقى؟ اي واحد ناقص اي اثنين في الامبيدنس الامبيدنس بتاعت الايه مين؟ ده قانون مين ده؟ هو المقاومه في التيار يديني الفولت مش قانون قوم له كذا صوره الفولت على المقاومه يساوي التيار طب لو انا عايز اجيب الفولت يبقى المقاومه في التيار يساوي صح الكلام يبقى المعوقه بتاعت هي مين واحد على سي اس في التيار التيار اللي هو ايه في اي صعوبه يا شباب فقط وظف التراجم المعرفي في السياق الصحيح ايه بيساوي اي واحد ناقص ايه يا شباب يساوي كام؟ حطها في صورة ايه؟ جيم. الجيم في الايه؟ في الاشارة. ها يساوي كام يا حبيبي يساوي مليوني؟ واحد على سي واحد ايه؟ اس كام؟ اي واحد ها؟ ناقص ها؟ واحد على سي واحد ها؟ اس في اي جي. انت عايش كده؟ عظيم. الفي اكس ده معلومة ومن ثم كان؟ والفي انبوت؟ ايه المجهول في الكلام ده كله؟ اعمل ايه؟ اي 2 يساوي الاي 2 يساوي ايه؟ قانون اوم ها قول لي بقى وقعت في الخيه ولا ما وقعتش؟ قلت ايه؟ في اكس ناقص في اول طب ليه ما قلتش في اول ناقص في اكس زي ما اشتغلت فاتت؟ عشان اتجاه الطياره اللي انا فرضته الطياره ماشيه في اتجاه كده في اتجاه يبقى هنا المر وهنا الايه؟ المسألة اللي فاتت ما كانتش فاهمين؟ عشان ما تحفظ عشان ما حدش ايه؟ يعني. يبقى هقول ايه يا شباب مالوني؟ في اكس ها؟ على صوتكم؟ على؟
يساوي واحد طاب سوليد يبقى واحد اطار اتنين في ايه يا جماعة؟ ناقص واحد اطار اتنين في رنس بي اوت يساوي مش كده؟ البي اوت بتاعي بقى متاخد من على مين دلوقتي؟ مع المكسب. اوعى تقول لي بقى مع المقاومه دي والمكسب، ده الكلام ده كان فين؟ في المحاضره اللي فاتت، في السيشن اللي فات. المره دي انا واخد الطرف الاولاني منين؟ على الطرف ده من المكسب، والطرف الثاني من مين؟ على نفس الطرف الثاني من ايه؟ من ذات المكسب. يبقى اذا الاول بتاعي من مين؟ على المكسب. اللي يبقى الجزء على المكسب بيساوي كام؟ عوض الطياره؟ ها؟ اي 2 في مين؟ 6. وصلت يا شباب؟ يبقى اذا دي هتساوي واحد على اتنين اس. كم يا رجاله؟ طبعا اي اتنين اوف اس في انبوت اوف اس في اكس اوف اس. فاهمين قصدي يا شباب؟ انت المفروض برضه تكتب الكلام ده اوف اس اللي هي القوسين اللي انا حاططهم دول، يقول لك ده في الاس دومين. بس احنا خلاص فهمنا خلاص ان الدنيا بتاعتنا كلها فين دلوقتي؟ في الاس دومين. فاي مشكله؟ دلوقتي كنت فيما مضى كنت بطلب لايديك العنايه، استعمل اللي انت عايزه. بقول لك ايه؟ عايز تعمل سيجنال فوتوجراف استعمل السيجنال فوتوجراف، صح الكلام؟ عايز تعمل بروجرام استعمل البروجرام. لكن انا دلوقتي ما عنديش هذا الاختيار، صح الكلام؟ لانه في نص المساله قال لي ايه؟ يوزنج بروجرام ريدكشن رولز، صح الكلام ولا غلط؟ وعليه انت مش مخير، ما تجيش بقى انت تقول لي لا مش سامع كلامك، انا عاملها بالسيجنال فوتوجراف. انت حر وانا برضه ايه؟ حر. صح ولا انا غلطان؟ صح. طب اعمل ايه؟ ابدا امشي على المطلوب مني. ايه المطلوب منك؟ اعمل بلوك دايجرام. ها تعال نعملها مع بعض، شوف الامر مش صعب، ولو صعب تعال نذلل صعوبته. مش كده برضه؟ انا غلطان يا عبد الرحمن. تمام. اول قاعده نبدا بمين دايما يا جماعه في الانبوتس؟ اي بلوك دايجرام سيجنال فلوس اول حاجه ببداها بمين؟ الانبوت اللي هو مين يا جماعه؟ اسمع صوتك بصوت عالي كده. بي انبوت. المفروض ان الانبوت سيجنال دي هتتضرب في جين تبقى كام؟ الجين ده في السيجنال في البروجرام كان برانش. في البروك دايجرام يبقى ايه؟ بلوك. علشان دايما الايه؟ كنت انت زمان او زمان بعض الناس زمايلك، حتى مش زمايلك انت بقى، انت خلاص عارف بعضهم لما يجي يحل البروك دايجرام جي 1 اتش 1 وهو ولا عارف جي 1 يعني ايه؟ ولا اتش 1 يعني ايه؟ بجد دلوقتي جيت عارف انت الجي 1 والاتش 1 دي اصلها ايه؟ جين انضربت في الكنترول سيجنالز بتاع، صح كلام؟ المستوى بتاعنا اعلى بكتير، صح كلام؟ يبقى هنا في عندي بلوك اسمه ايه يا شباب؟ البلوك ده بلوك دايجرام، صح كلام؟ الجين بتاعه كام؟ واحد على ار واحد، اللي هو كان زمان واحنا بنتعلم على البلوك دايجرام في الاول كنا نسميه جي 1 جي 2 اتش 1 اتش. فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى هنا السيجنال اللي داخل هنا، السيجنال اللي داخل هنا على السلم الجمهوري عباره عن ايه؟ في انبوت مضروبه في كام؟ بس احنا دايما بنبدا بالجين، يبقى واحد على ار واحد في ايه؟ في اي مشكله؟ داخل على ايه يا شباب؟ سالم الجوبيل. هناك في سجن الفوتوجراف كانت نور، مفيش اي حاجه زياده. فاهم قصدي يا شباب؟ جاي مع فيدباك سيجنال، صح الكلام؟ باشاره كام؟ سالب. يبقى في سيجنال فيدباك سيجنال من ايه يا جماعه؟ السالب. يعني المشكله كده يا جماعه؟ عشان بنيجي نعملها منه اللوب نعكس الاشاره تبقى من ايه؟ من فاكرين انتوا الكلام بتاعنا، صح كلام؟ في بلوك، البلوك ده عباره عن ايه يا شباب؟ لا حصان، لا 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 ازعل منك. واحد على اربعه لان السلم حطيته فين؟ في البيت في الفيدباك يا جماعه؟ سيجنال، صح كده ولا انا غلطان يا رجاله؟ صح كده؟ هناك في السيجنال فونوجراف كنا ما فيش عندنا حاجه اسمها صامنج وينت بالسالب، كنا بنقول ايه؟ الجين بالايه؟ بالسالب بتاع البرانش كود. فاهمين قصدي يا شباب؟ فما تغلطش. مين اللي كان بيتكلم حبيبنا؟ ما تغلطش الاثنين ايه؟ مع بعض. يبقى هنا ده عباره عن ايه يا شباب؟ ها؟ في اكس. طبعا ايه يا شباب؟ هنا اللي كانت دي اشاره اسمها ايه يا شباب؟ ايوه. في اي مشكله كده في هذه اللحظه؟ عظيم، تعال هنا كده. طيب في اكس دي عباره عن ايه يا شباب؟ ها؟ واحد على سي واحد اس ها؟ اي واحد. يبقى اذا الاشاره دي هتتضرب في جين قدره كام يا شباب؟ واحد على سي واحد اس.
صح كلام حبيبي؟ اه داخل على ايه؟ سالم الجوبيل بيشغل ايه؟ سالب يبقى اشاره الفيدباك هتبقى ايه؟ شغل ايه؟ سالب يبقى هنا في سالم الجوبيل دي كمان اشاره ايه يا شباب؟ سالب السيجنالز اللي جايه دي مضروبه في كام؟ واحد بس اثنين طيب ايه ده؟ طيب ايه؟ يبقى هنا تبقى واحد على سي واحد اس السيجنال اللي داخله هنا اسمها ايه يا جماعه؟ السيجنال اللي خارجه هنا اسمها ايه؟ بي اكس من حق تنقل الجروب ده لفوق ومن حق ان انا اعمل ايه؟ سهم كده واعوجه احنا بنتخط فما نتخطش اقلبها لك فوق عشان اسهل على نفسك الايه؟ واحط الاشاره دي فوق واحط هنا كام؟ واخد السيجنال من هنا احطها هنا ده في حاجه؟ خد عليا الريسيشن دي يا جماعه خد عليا وامسح من التالت فرقت كتير يا شباب؟ ما فرقتش بس ايه؟ هي راحه نفسيه لك. اول بديل ان انا لو كنت عايزها على هنا كنت اعمل ايه؟ اجيب السيجنال واعمل هنا ايه؟ انطره كده واعمل كده فنبص يا شباب رد على حبايبي هي عامل نفس عشان اقول لك افرض نفسك الامر بسيط ما تتخضش معايا ولا مش معايا؟ عظيم طلع هنا ايه يا جماعه؟ اي 2 يبقى انا عايز حاجه في اي 2 حاجه في ايه؟ في اي 2 هنشوف اي 2 بيساوي ها؟ بي اكس مضروبه في كام؟ واحد على اي 2 ايه دي؟ بي اكس يبقى انا احط ايه؟ قيمته كام؟ يخش على ايه؟ ها؟ طب الفيدباك بتاع السمنج بولز بيشتغل كام؟ سالب واحد على كام؟ على ار 2 مش كده؟ واحد على ار 2 مش كده؟ واحد على ار 2 بس المره دي فين؟ في جين في اوت واحد زميلنا الفاضل بيقول لي يا دكتور خليها ايه؟ فوق وماله انا اي حاجه تريحك هعملها لك لانها اقتراح برضه يا جماعه سليم هنا بقى غلطت مين يا جماعه هنا في مين اللي هو ده الناس تنسى تضغط على الصوت معايا ها انت قلت بس سالب ها تمام اه هيطلع لي ايه يا جماعه اللي انا عايزها ولا مش عايزها دي تمام؟ خد عليا؟ تمام رسمة جميلة وبسيطة خالص طيب بعدين يا دكتورنا العزيز ها؟ بيساوي كام؟ ده مين ده؟ يبقى ده هيتضرب في كام؟ أحسن؟ ده اسمه إيه؟ عايزه ولا مش عايزه؟ بسيطة خالص خد على حد مني ها؟ سهلة ولا مش سهلة؟ ما تتخطش فقط امشي ترول طبعا هنا يعني انا راسم الرسمه دي احلى من رسم الرسمه في المكتب بص بتاعك واخد بالك هنا كنت بعمل ايه بقى؟ باخد هنا فكانت الرسمه تخض الواحد شويه صح كده؟ دلوقتي بقت رسمه بسيطه تقدر تعملها ولا ما تقدرش؟ تعال نفكر فيها اول حاجه نعملها شباب يلا اكنها دلوقتي اتحولت من مساله بقى عشان تتعود على شغلي من مسألة مسماتك الموديل اتحولت لمسألة ايه يا جماعة؟ يبقى انا سألتك في كل اللي انا امتحان اللي انا درسته ولا لا؟ تمام يبقى ما تذاكرش حاجات منفصلة عن بعض لأن أنا وأنا بشرح لك ما فصلتهاش عن ايه؟ عن بعض ما تقولش أنا هذاكر مسألة الفلوس من الجرام وماليش دعوة بالموديل هتلاقيها هتنطط لك فين؟ في الموديل ما عرفتش تعمل الموديل مش هتعرف تحل الفلوس من الجرام فاهمين قصدي شباب؟ يلا يا شباب انت فين؟ اه برافو عليك يا اسلام كنا احنا واخدين منك كده نوتيشن صغيره كده جميله كده الدكتور اسمها ايه؟ دايما التيكو بوينت ناحيه الايه؟ الاول يبقى اسلام شو يور بروسيجر اه وضح الاجراءات يبقى هنا هو عامل كده خطوه اولى هو لك يا دكتور العزيز انا هنا بعمل شيفت
تيكو بوينت الفرونت مش لازم بركه بقى اوف واحد على ما مفهومه بقى البلوك اللي هو مين مش كده واحد على اثنين اما اعمل الشيفتنج ده بيبقى ايه يا جماعه شيفت الفرونت ده بقسم ولا بضرب بقسم على مين هيبقى واحد على اثنين ايه اما اسمي يبقى فوق كام اقوم جاي عامل البروسيجر دي عشان ما ايه ما توش واخد بالك اقوم جاي جاي من اهو اقوم راسم البلوك اهو سوري واحد على ار اثنين ده كان على الصامنج بوينت بالايه شباب بالسالب وهنا خارج من الصامنج بوينت اللي انا نقلتها دي كوبايه حطيت هنا كام يا حبايبي هنا رد عليا واحد على اثنين اس وانا التي كوبايه بتاعتي ما عملت حاجه فيه في دي خلاص عملت ايه ده نقلتها عند هنا اللي هي ايه ده اهي وصلت لكده ولا مش وصلت اللي هي هبقى ضربت هضرب في كام في المقلوب دي واحد على واحد سي اتنين اس هيبقى كام؟ طب الناس الشباب؟ يبقى سي اتنين ايه يا جماعه؟ اس. واقوم جاي لحمها في مين بقى؟ دي فيدباك سيجنال. لحمها في مين؟ وداخل في الحته ارجع انقل بس انقل ايه؟ صح؟ داخل في الحته ايه؟ بالسالب وهنا اصبح فين بقى السيجنال انا وجهناها قلت شيء بقى خط حلو كده جميل لسه انا لسه انا بظبط الدنيا ما تقلقش عارف انا بعمل بعمل الخط بتاع الشيء بقى الرسم شكلها حلو تلاقيه جيت كده فهمت قصدي انا عملت ايه كده ليه؟ لازم تعرف التكتيك ماشي كده احنا خلصنا فين هي يا جماعه بقى هنا؟ فين الحتة دي؟ أوسع على نفسي بقى هنا في الكوباية صح؟ وهنا إيه يا جماعة؟ إن شاء الله إيه يا جماعة؟ سالب وأقوم واخد الكوباية اللي هي بتاع اسمها دي؟ صد عليا بي إس ودي كانت اسمها إيه؟ اللي خارج هنا كان إيه؟ أي 2 ودي اسمها إيه؟ بي أو وصل كده يا شباب؟ طيب الكوباية ده رايح على إيه؟ واحد على ار واحد واحد على ايه يا جماعه؟ داخل على سنجر بالايه يا شباب؟ بالسالب واحد يقول لي في هنا بلوك اقول لك ماشي بلوك كام؟ خارج ده اسمه ايه؟ يلا يا جماعه ردوا عليا وهنا ايه يا جماعه؟ بلوك بكام؟ وهنا ايه؟ تمام في اثنين تاك سيريس اعمل ايه؟ الاثنين ده خلاص في الوقت ده قضيه اعمل ايه تاني بقى؟ قبل الميم ده اللي هو كلينر مثلا انا دلوقتي عايز اهدي الدنيا حواليا الاول الله عليك تسلم يا بلدي وربنا يبارك في الوالدين هنعمل ايه دلوقتي؟ الصامنج بوينت يعني طبعا حاجات بقى المينور لوب والسيريس بلوك والحاجات دي خلاص بقى الدنيا دي هتتلم بس بعد ما الدنيا كلها ايه؟ بالظبط صح الكلام انا غلطان رد عليها حبايبي طب قول لك فاضل الاسم اسامه قال لي حل حته جميله قوي هي بس انا قلت ايه تاني بقى؟ انجل الصامنج مع اللي هي ايه؟ اللي قبل دي اوعى يا اسامه تكون كنداكل في دماغك ولو سنه صغيره انت تعمل فيه ايه؟ تجيبها لي هنا اهو عيش بقى مع نفسك انت اللي اخترت فاسامه قال لي لا انا مركز او هتعمل ايه يا اسامه؟ هجيب لي فين؟ هنا اهو يعني بتعمل ايه يا دكتور؟ ها يلا خليل شيفت صامي ها بوينت صامي ها بوينت بيهايند واحد على سي واحد ها تعمل ايه؟ اقسم برضه على واحد سي واحد اس يبقى كام؟ سي واحد اس هيتضرب في مين؟ عرفت ليه انا ما استعجلتش؟ فاهم قصدي يا شباب؟ عشان كده كده ايه؟ هيبقى يتشال قصاد بعض
فاهمين قصدي؟ يبقى تعالى نرسم الدور تاني يا دكتور وقت يا عم الناس دعوه دلوقتي دول احنا لنا دعوه بالليل نتعلم واللي بيحل بايديه في الوقت هيبقى سريعا في يبقى اذا نرسم الكلام ده ايه الفرق ده مش هنظبط الرسمه مش عارف هيبقى هنا بلوك كام يا شباب؟ واحد على الارض اثنين ده كان على ايه؟ صار بين بوينت باشاره سالبه هنا في بلوك كام وكام يا شباب؟ واحد على اثنين اس وادي السيجنال دي اسمها ايه؟ والسيجنال دي اسمها ايه؟ بي اوت وهنا في فايد باك سيجنال ها؟ قيمة الأولاني كام؟ سي اثنين اتفضل عليا بطمئن لما بسمع صوت ها؟ وهنا الأرض كام؟ في واحد؟ أنا مشغول أنا دلوقتي هنا هيبقى في عندي بلوك قدره كام؟ واحد على كام؟ داخل بالإشارة إيه؟ موجبة خلاص؟ هنا في بلوك خلاص هنا دلوقتي بقى في هنا واحد على الأرض اتنين هنا بس دلوقتي أنا عايز أنقل مين بقى؟ السامنج بوينت بعد مين؟ بحط هنا كام يا شباب؟ فاهمين اللي بتسيبوا لنا الكلام ده يا شباب؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ تمام واحط هنا بلوك بقى جديد بقى؟ سي واحد اس واحد على واحد سي واحد اس هيبقى هنا كام؟ وصل يا شباب؟ بس الصامت وين هتبقى بعد مين؟ واحد اس ان شاء الله ايه؟ سالب ما ننساش ان دي ايه يا جماعه؟ في اكس صح الكلام؟ صح يبقى هنا دلوقتي الهبتين دول دي اتنقلت خلاص بقت تيكو بوينت متاخده من الايه يا جماعه؟ من الفي اكس مش كده؟ الناحيه الثانيه اللي هي دي صح الكلام؟ بجد قدره كام؟ وهنا في عندي ايه يا شباب؟ صح كلام؟ جاي السيجنالز دي داخله على ايه؟ عليها بإشارة ايه؟ سالب وده اسمه ايه يا جماعه؟ وهنا داخل ايه يا شباب؟ عندي الله عليك تسلم الاسم علي قول لي علي انت علي الله عليك اللي احنا سميناها الاسيستيف لو او الاسيستيف رول صح كلام طريقه الايه التبديل ليه يعني عادي انا اقدر ما اقدرش ليه الاثنين جنب بعض بينهم ما بينهمش بينهم تيكو بوينت لا بينهم بلوك لا يبقى استطيع التبديل طب ممكن بقى اهو انا اعمل كده خلاص فاهمين قصدي يا شباب انا عملتها لك اهو هنفذ على نفس الرسمه عشان ما اضيعش وقت صح الكلام يبقى في هنا الرول الثالثه ما بين الاجراء الاول الاجراء الاول كان ده الاجراء الايه الثاني الاجراء الضمني بقى هنا هضيف ثلاثه هنا مع مين مع اثنين ده اعمل الايه الاسوشيتيف رول ده مين مين ومين السمك وبيت رقم واحد ومين هم ما فيش غير ايه اثنين صح ولا ثلاثة؟ ثلاثة يبقى واحد وكام واثنين على ان دي كام؟ ثلاثة خلاص يا جماعة؟ دي اس واحد اهي ودي اس كام هنلاقي مين؟ اثنين اقوم جاي بقى الشايب ده اهي واحطها فين بقى هنا؟ فاهمين قصدي يا شباب؟ والشايب ده اهي واحطها فين هنا يا شباب؟ وصل يا شباب؟ اتفضل يا حبايبي فكده انا عملت ايه؟ خدتها بايه؟ الفيدباك بتاعها خدتها بايه؟ الفيدباك مش تاخدها وتقوم خايف سايب الفيدباك زي ما هو خدتها بايه؟ بالفيدباك بتاعها يبقى ده راح هنا وده راح ايه يا جماعه؟ جه هنا في اي اشكاليه كده؟ بدلهم بس ما عملتش حاجه بس هو جبتهم بقى مكان بعض خلاص شباب كده انا طبقت الايه يا جماعه؟ الاسيستيف لوب يبقى انا عملت كم قاعده اول واحده شيفت التيكو بوينت ثاني واحده شيفت السامنج بوينت رابع واحده ابلاي ايه
اللي سبيلنج ابلاي ال ال اي واي Yeah.
وهنا ايه؟ وهنا ايه شباب؟ سالب. شبه اتعرفت بقى مش كده؟ يبقى ده الفورورد ايه؟ باس جيم وده يبقى هيعمل واحد. خلاص يا جماعه؟ ممكن امسح من 30 دي كانت توضيحيه مش اكتر. هيبقى الباس بتاعي ار واحد على واحد زائد ار واحد سي واحد اس واحد زائد ار اتنين سي اتنين اس على ده الفورورد باص على واحد ام زائد ده بده يبقى هنا كام؟ ار واحد سي اتنين اس على الكلام ده واحد زائد ار واحد سي واحد اس في واحد زائد ار اتنين سي اتنين اس. المقام اللي في الباص هينزل تحت هيضيع مين؟ ده هيبقى الكلام ده يساوي كام يا رجاله؟ ار واحد ار واحد على كام يا شباب؟ واحد ده هيبقى ما يضربش ده هيبقى ده هيفضل ايه؟ ده هيبقى اللي هو ار واحد سي اتنين ها اس اللي هو الباقي ده والواحد ده هيضرب فين؟ في المقام ده اللي هو بيساوي ها واحد زائد ار واحد سي واحد اس في واحد زائد ار اتنين سي اتنين اس. حد عنده اي شكلها كده؟ ممكن امسح دي بقى واسيب ده؟ خد عليا؟ يبقى اذا الكلام ده كله مين وجلوب او نريحك بقى ها؟ سمبل فور نريح ها؟ هيبقى بكام بقى؟ اروح ها؟ ار واحد سي اتنين اس زائد واحد في ار واحد سي واحد اس في واحد زائد ار اتنين سي اتنين اس. الكلام ده مضروب في كام؟ بس عشان بس تتعرف الكلام ده مضروب ده التاج ده مضروب في كام يا جماعه؟ في مين؟ بيه. يبقى الار واحد دي مضروب مع مين؟ يبقى اذا ودانا ايه يا جماعه؟ يبقى اذا الترانسفير فانكشن اهي في اوت اوف اس على مين يا شباب؟ اوف اس هيساوي كام يا رجاله؟ واحد على ار واحد سي اتنين اس زائد افتح قوس واحد ار واحد سي واحد اس في واحد زائد ار اتنين سي اتنين اس ودمتم سالمين. اللي على الجلوب بيجرا فوق ودمتم سالمين والمسألة كده اتحلت. خد بالك بقى في حتة كده شياكة بس مش مطلوبة قوي في الامتحان. ايه الشياكة دكتور؟ لو تقدر تفك كده وتخلي الاس تربيع لوحده والاس لوحده والحد مطلق لوحده فاني جدا. ما قدرتش مفيش دي قضية مش قضية الفكرة لكن انت كده كده هتفكها لو انت هتشتغل بقى ماتلاب فلازم هتفك الكلام ده وتحطها في صوره سكند ووتر سيستم عادي. طب ايه قصدي يا شباب؟ لكن لو انت مش عايز تفكها بس وصلني اللي جيت هنا وما بقتش تفكها. مفهوم يا شباب؟ مفهوم يا شباب؟ يبقى انا دلوقتي كده كده انا كده انا بقى ضميري مرتاح. ليه؟ انا بقى مزاجي بقى في الامتحان انا اجيب اللي بنظرتي اللي البلوك بتاعها بالنظام بتاعها هيبقى سهل. انا عارف المساله بتاعه بالنظام بتاع المساله اللي فاتت لو كنت قلت لك يوزنج بلوك دياجرام ريدكشن رولز لا يبقى انا بغلس مساله المره اللي فاتت. اذا انا حر اختار الرولز بتاعتي بس انا هكون صادق معاك ان انا اللي هلاقيها
سهلة في تطبيق الرولز بدل ما اجيب مسألة رول دياجرام لوحدها ومسألة بس ديجرام موديل لوحدها. طب وليه؟ عايز اسألك الميكانيكا في البلوك دياجرام ريدكشن رولز اجيب لك مسألة زي كده، في مشكلة؟ في أي مشكلة كده؟ بقول لك يوزن بلوك دياجرام ريدكشن رولز فايند ذا اوفر اول ترانسفير فانكشن فور ذا جيفن بلوك دياجرام نتورك. لو أنا مش عايز أبقى عندي مسألة مستقلة في السيجنال فلو جراف فاجي اقول لك يوزنج سيجنال فلو جراف فايند ذا اوفر اول ترانسفير فانكشن، او ممكن ما اقولش سيجنال فلو جراف اقول لك ماسونز جين فورمولا، والماسونز جين فورمولا هي فين؟ السيجنال فلو جراف. ما قلتش بقى وجات مساله بلوك دياجرام بقى مساله ميثماتيكال موديل عاديه، انت حر بقى تختار الايه اللي يعجبك، تختار البلوك دياجرام تختار السيجنال فلو جراف. في اي اشكاليه كده يا شباب؟ في اي اشكاليه كده يا شباب؟ كويت صور. في اي استفسار؟ عرفنا ازاي نجيب الماثيماتيكال موديل لدايره كهربيه، عرفنا ازاي نحولها الى سيجنال فلو جراف من المحاضره اللي فاتت او بلوك دياجرام في محاضره النهارده، عرفنا ان البلوك دياجرام والسيجنال فلو جراف ما هو الا تولز مش تحكم. بس طبعا احنا بتوع تحكم انتقينا الاثنين تولز دول لانهم جرافيكال سوليوشن ميسرين يساعدوني في ان انا اعمل موديلنج والحصول على الفورورد ترانسفير فانكشن. فمن هذا الشباب يبقى هي مجرد يا جماعه تولز بستعين بيها لحل المعادلات بصوره جرافيكالي، بصوره يا جماعه جرافيكالي. واصله كده ولا لسه ما وصلتش؟ الرابط موجود ولا مش موجود؟ تعالى نكمل الموديل. ده كان مثال او اثنين. اتفضل حضرتك. المقاومة كونستنت. هو ليه احنا كنا يعني هنا لو انا جبت لك في الجرافيك وايه الفرق ما بين المكثف وايه الفرق ما بين المقاومة؟ الناس اللي بتتكلم ايه الفرق؟ دي مشتقة هنا التكامل. القانون بتاعها الفولت اللي هو بتكلم على الفولت بيساوي الار في الار بتكلم في تي. هنا لو بتكلم على ال دي ال بيساوي ال دي ار باي تي. هنا لو انا عايز التيار بقول ان التيار بيساوي 1 على او ال دي سي اس كل ده بالفضل ده ال في ار ال في ال ال في سي بيساوي 1 على سي بتعمل الطريقه دي. دي العلاقات اللي المفترض ان احنا مش بنجادل فيها يعني، والا يبقى احنا ما استفدناش حاجه من الكورس الاولاني بتاع الحضور. فمن قصدي كده طب الزميل بيقول لي ليه دي حولناها للاس دومين ودي تحديدا ودي برضه لازم تتحول للاس دومين ودي لا ليه؟ لان هنا باجي ابص على الار هلاقي جين كونستنت، يبقى اذا الفي اير اوف اس هيساوي الار في الاي اوف اس مش محتاجه فهتبقى في النهايه برضه ار. لكن دي اما اجي اجيب الفيس دومين هيبقى في ال بيساوي دي طبعا اس لابلاس الدي باي دي تي بيساوي كام؟ اس. لو دي تربيع باي دي تي تبقى ايه؟ اس تربيع. لو دي ان اس دي تي اس هيبقى اس اس ايه؟ فالكلام ده هيضرب ايه؟ اس مضروبه في الاندكتنس بتاعت اللي هي الايه؟ ال مضروبه في الايه؟ طيب اصبح الامبيدنس بتاع الاندكتور في الاس دومين اس ايه يا جماعه؟ اس ال. فاهمين قصدي يا شباب؟ اس ايه يا جماعه؟ الناس ترد على حبايبي اس ال. بينما المقاومه ما زالت هنا طبعا احنا شرحناها بقى هنا المقاومه هتساوي كام؟ روت اوف 1 على سي اس واي اوف اس. يبقى اذا الامبيدنس هنا بتساوي كام؟ فهمي للقانون اوم ومحاولتي لتوظيفه بيعكس المنتاليتي بتاع حضرتك. فاهم قصدي يا شباب؟ بعضهم بيبص للقانون اوم مش بالمنظور ده في المودرنج. فاهم قصدي يا جماعه؟ ويبدا يخش في اماكن ثانيه او استخدام ادوات ثانيه تصعب عليه الحل. فاهم قصدي يا شباب؟ يبقى اذا هي دي جوه مجرد مقاومه، ليه ما حطيتهاش في الدومين؟ اظن واضح. طب ليه حطيت الدومين ده اس ال؟ من القانون في التايم دومين كان شكله ازاي؟ هنا كذا الحاجة وصلت كده لسه وصلت رجاله؟ وصلت عظيم.
طيب في مسائل تانية في الالكتريكال موديل، بس احنا خلاص خدنا فكرة، خدنا الفكرة. تعال نخش الميكانيكال موديل، ناخد برضو مسألتين كفكرة، بعد كده نخش في الالكتروميكانيكال، وبعد كده بقى ايه نبدأ نصعب المسائل شوية. بس بعد ما نكون ايه خدنا افكار لمعنى الموديلنج، سواء للالكتريكال نتورك او للميكانيكال نتورك او للالكتروميكانيكال نتورك. طبعا معايا شباب، وبعد كده نترك المسائل الاخرى بعد ذلك في السكشن، برضو تزيد فيها مهاراتك في السكشن. هنبدا نتكلم النهارده عن الميكانيكال. يبقى اذا كويس ان انا رسمت دي، يبقى اذا الميكانيكال او الالكتريكال سوري الالكتريكال نتورك لابد ان يكون العناصر اللي انا هستعملها معاك هي العناصر الموضحه اللي هي الكوني. فما بين ايه يا جماعه؟ مقاومه مع اندكتور مع مكثف، كله في اثنين في ثلاثه، مهما عظم شكل النتورك في النهايه تتحول الى لوبس او نودز، واستعمل اما النود اناليسيس او اللوب اناليسيس. الامور بسيطه وما فيهاش اي مشكله، صح الكلام؟ انا افضل يا رجاله، اتفضل يا حبايبي. يبقى اذا المقابل بتاع الكلام ده ايه في الميكانيكال سيستم؟ ايه المقابل للمقاومه والاندكتور والمكثف في الميكانيكال سيستم؟ طبعا عندنا نوعين من الميكانيكال سيستم، في اللينير ترانسليشن ميكانيكال سيستم. اقصد اللينير ترانسليشن ايه يا دكتور؟ الاسانسير ده لينير ولا مش لينير؟ لينير ليه؟ طالع نازل، طالع مش بتاعنا مش الاسانسير بتاعنا، طالع نازل، ده ايه؟ لينير ترانسليشن. العربيه والقطر لينير ترانسليشن ولا لا؟ طالع لقدام راجع لورا، مش كده؟ لينير ترانسليشن. طيب الموتور كوتشنا ليه؟ ان عنده شافت، والشافت ده مربوط باللود، واللود بيتحرك بشكل ايه؟ في استداره، ده ايه دي؟ كوتشنا دوار او دوار بيلفف لي باللود بتاعه، صح الكلام؟ يبقى العناصر اللي انا هستعملها لن تتعدى كونها ماس، كتله، صح الكلام؟ او سبرينج، او ما يعرف بالمخمد، او لفظا كانجلش. حد يعرف الانجلش بتاع الكلمه المخمد ايه؟ دمبر. هو احنا بنسميه الداش بوت، اللي انت سنتوريت قلتي اسماء اسمه ايه؟ دمبر. اللي هو عارفين في العربيه اللي هو ايه يا شباب؟ العفش. مش العفش، لا الفرامل. الفرامل بتاعتك هي دمبر، تك عليها بس بيضغط بيحكي. بالنسبه لللينير ترانسليشن عندنا قانون اسمه قانون نيوتن الاول، بالنسبه للروتيشنال ترانسليشن عندنا قانون اسمه قانون نيوتن الثاني. تعال نشوف القانونين دول هنستعملهم ازاي. دايما لو طلعت في المودرنج تلاقيه ابسط البيزك لو علشان استعملها في المودرنج. فاهمين قصدي يا جماعه؟ المودرنج لا يعني الكلكعه، يعني ايه يا جماعه؟ تبسيط رولز، بس اختار الاداه الصح. تعال نتعرف الاول على تمثيل كل واحد موديلنج يهتم ازاي. اولا السبرينج دي زي السيستم اللي حضرتك بتتدرب عليها في الجيم بتاعك. معايا؟ عارفين السيستم دي؟ دي عباره عن سبرينج. عارفين برضو المساعدين بتاع العربيه اللي هم السيستم دي اللي هي بتنضغط اول ما يبقى في ركوبه حموله ثقيله شويه وتلاقي العربيه وطت، او اول ما الحموله تنزل العربيه ايه؟ ترتفع تاني، ده برضو سبرينج. هنا بعبر عنه رياضيًا ازاي؟ بيقول لك السبرينج ده ممكن يكون بيحصل له ستريتش زي ما انت بتعمل فين؟ في الجيم. طب بتعمله ايه يا جماعه؟ ستريتش. او زي مساعدين العربيه يحصل له ايه؟ ينضغط، صح الكلام؟ كلتا الحالات هو انضغط بمسافه قدرها كام؟ اكس تي. فاهمين قصدي؟ مسافه اكس دي ديسبيسمنت اكس دي، سواء المسافه دي رأسيه او انضغط في وضع افقي. فاهمين قصدي يا شباب؟ والاسترتش ده عباره عن ايه؟ برضه زاد عن وضعه بمسافه كام؟ اكس تي، صح الكلام؟ اكس اي تي. فيقول لي والله الفورس اللي هتبقى كامنه في هذا السبرينج
يساوي ثابت اسمه ايه يا جماعه؟ كي في مين يا جماعه؟ اكس اوف تي. صح كلام ولا مش فاهمين يا شباب؟ سواء كانت ده الاكس اوف تي دي بقى نرجع عن انضغاط السبرينج او نرجع عن عمل استرتش ليه يا جماعه؟ للسبرينج. سواء انت كنت في الفيتنس بتشيلت فانت زودت طوله بمقدار ازاحه قد كذا، صح الكلام؟ او ماسكه بايديك كده وعم تضغطه بايديك كده، يبقى انا برضو قللت من طوله بمقدار ازاحه معينه، صح الكلام؟ يبقى سواء كان استرتش او انضغط فبيبقى الفورس بتاعه بيساوي ثابت اسمه كي، واضرب فيه يا جماعه في الازاحه بتاعتي اللي انا انضغطت السبرينج فيها او عملت استرتش للسبرينج فيها. فايه الشكل كده يا شباب؟ الداشبوت او الدمبر، يعني جبنا اللفظ بتاع الدمبر ده. الداشبوت او الدمبر ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن سلندر. السلندر ده فيها سائل وليكن هو مش وليكن هو اويل عشان يعمل احتكاك لزج، واخد بالك؟ والسلندر ده في بيستون اللي هو المكبس ده بيتحرك داخل السلندر ده ذهابا وايه يا جماعه؟ وايه؟ طبعا وهو بيضغط على الاويل في مقاومه بتعكس، صح الكلام؟ طيب وهو بيشد برضه السلندر من بيشد البيستون المكبس من السلندر برضه في ايه يا جماعه؟ معه؟ في ايه يا جماعه؟ معه؟ فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى اذا وانا بضغطه برضه او انا بسحبه لو الفور ليه بسحبه هيبقى في معه؟ لان هنا الاويل ما تنساش ان دي مش مقفوله مش سوليد. لو سوليد ما تعرفش تضغط اصلا البيستون هو اللي الداشبورد. طب انا قصدي يا شباب لان هيبقى فيه هنا ضغط مش هيبقى فيه تسريب للاويل فمش هتعرف تضغط. طب انا قصدي يا شباب تبقى مهما تضغط مش هيبقى ازاحه. فاذا لما بتضغط الاويل ده بيعدي من الفتحات الصغيره دي يعدي من الناحيه الايه؟ الثانيه. فلما تيجي تسحب برضه هيبقى فيه برضه معوقه من الاويل للايه؟ للسحب، لان هنا دي مقفوله مش مفتوحه يعني. طب انا قصدي يا شباب وده البيستون بتاعي وصل لكده ولا مش وصل؟ معايا يا شباب؟ عشان كده بنسميه ايه؟ احتكاك لزج، احتكاك البستون بالايه؟ بالسائل، فهو احتكاك لزج جاي من زوجه الزيت. معايا يا شباب؟ طيب بيقول لي بقى طب الفرصه هنا بتاع الداشبوت هنسميها بتاعتنا دي بتساوي كام؟ بيساوي بيتا. ايه البيتا دي يا دكتور؟ ده اسمه معامل الاحتكاك اللزج. معامل الايه؟ الاحتكاك اللازم. معامل الاحتكاك اللازم. طبعا في معامل احتكاك خشن زي حركة الكتلة بتاعتي دي على الأرض أو على رملة أو على أي مسطح خشن فبرضه بنسميه بيتا برضه. بس هنا هنقول معامل الاحتكاك الايه؟ الخشن، مش هنقوله لازق لأنه مش بالزيت. احتكاك لازق لان هنا في اويل. احتكاك خشن لان مفيش اي مصدر سائل او يبقى هنا ده اللي هو الداشبوت. فده في ايه بقى يا دكتور؟ بيقول لي في معدل حركه البستون في الاسطوانه. كلمه معدل معناها التفاضل الاول على طول اللي هي السرعه. يبقى بتساوي الاكس دوت اوف تي. يبقى حركه البستون كده رايح ذهابا وايابا لسرعه. يبقى كلمة معدل معناها الزمن داخل في الموضوع، الزمن يبقى التفاضل الأول للإزاحة. ده كان الإيه؟ إزاحة. ده كان إيه يا جماعة؟ التفاضل الأول للإزاحة. كلمة إكس دوت دي معناها التفاضل الأول، لو إكس دبل دوت يبقى معناها التفاضل الثاني، اللي هي مناظر دي باي دي تي لإكس أوف تي، فاهمين قصدي يا شباب؟ عظيم جدا. طب إيه علاقة الماس بقى؟ علاقة الماس قالها لنا نيوتن، بيقول لي مجموع القوى. اكتب بقى النص كده، مجموع القوى. المؤثرة على جسم الماء. المؤثرة على ايه؟ جسم الماء. يساوي كتلة هذا الجسم اللي هي ايه يا جماعة؟ الماس في العجلة اللي اتحرك فيها هذا الجسم. يبقى السمشن اوف فورس. السمشن ايه يا جماعة؟ اوف فورس. مجموع القوة. السمشن اوف فورس. على جسم الماء. فاعتبر الجسم ده شكله ازاي ولا كتلته قد ايه؟ يساوي كتلة هذا الجسم في ايه يا جماعة؟ في العجلة اللي هي العجلة اللي هو التفاضل الثاني للايه يا جماعة؟ للإزاحة. العجلة اللي هو التفاضل الثاني للايه يا جماعة؟ أو التفاضل الأول لمين يا شباب؟ للسرعة. بمثال يتضح النقطة. لو تخيلنا أنا عندي كتلة كده
ام متصل بيها سبرينج بالشكل ده، وفي هنا داشبوت، وفي هنا اللي انا عامله ده يا جماعه موجود في محطه القطر. تخيل ان ده القطر، ودايما اللي فيكم بيركب القطار بشكل كتير وبيخش محطات كتيره بيبقى في نهايه الرصيف في كده اسطوانه كده شفتوها، اسطوانه جوه يعني او بيستون جوه اسطوانه، ده اللي هو ايه؟ الداشبورد، بحيث ان لما القطر يخش يقوم جاي ايه الدمبر ده ايه المحرك بيسموه اللي بيشد الجراب، اما يقوم خاطف فيها طبعا مش بيخش يهد المحطه يعني اللي هو الداخل براحة فهو عايز يوقفه يعني، فيقوم الدمبر ده واخد الضغط على البستم والدمبر ايه يمنع البستم من الضغط فيبدا يخلي سرعه الارض تبقى بسيف ويقف. يعني حطينا احتياط هو المفروض السائق ما يوصلش لها، لكن ماذا لو كان يعني محتاج سنه متر كمان ولا نص متر كمان الدمبر ايه يوقف. فاهمين قصدي يا شباب؟ فده اشبه بالموضوع ده، قطار او كتله ما وانا اثرت عليها بفورس اف اوف تي اللي هي وليكن السرعه اللي داخل بيها الايه القطار. فاهمين قصدي يا شباب؟ وليكن طبعا هنا انا حاطط سبرينج اوكي وحاطط هنا دمبر وعامل التكنيك اللازق بتاعه خدوا كام يا جماعه؟ فبقول لك اوجد الترانسفير فانكشن. طب الترانسفير فانكشن ايه هي؟ الانبوت ومش هنختلف عليها اللي هي مين يا جماعه؟ الفورس دي الانبوت. طب الاوت بتاعه هو ايه؟ ها؟ ليه؟ لا فين؟ ايوه فين؟ فين؟ ايوه الله عليك ازاحه الجسم ده، الجسم ده لما طبقت جهد قدره او جهد مش جهد فورس قدره اف او تي ايه اللي حصل للسيستم بتاعي؟ السيستم بتاع الضغط. الضغط بقى قد ايه؟ بازاحه انت احمد مش كده؟ اه بازاحه احمد احسنت يا احمد قدرها كام؟ اكس او تي اصبح ده ايه يا شباب؟ هرد على ايه؟ وده اصبح ايه يا شباب؟ اصبح اللي انا اقدر اقول لك مثل لي السيستم ده ترانسفير فانكشن بتربط ما بين ايه؟ الازاحه او معدل التغير في الازاحه وفقا للقوى المؤثره على هذا السيستم، صح كده ولا غلطان؟ ده ميكانيك اوعى تفكر ان ده الضغط. لا يا جماعه في الميكانيكا السيستم اسمه ايه؟ سبرينج. هو بياخد نفس شكل الضغط بس انا في الميكانيكا السيستم اسمه سبرينج. طيب اعمل ايه؟ طبق كل نيوتن. طبقه ازاي؟ اقول لك اعمل الفري بودي دياجرام. يعني ايه كلمه فري بودي؟ جسم كتله ايه متحرك، جسم متحرك مش كده؟ يعني ايه بحرره من العناصر بتاعته بس هو طبق عليه القوه المؤثره. فانا قصدي يا شباب يعني هنا الماس بتاعي في ريفيو ديجرام للماس عباره عن ايه؟ هذا الماس ودي اول قوه مؤثره عليها اللي هي القوه اللي هي ايه يا جماعه؟ اف اوف تي. طيب وانا بضغط القوه ده السبرينج بيشد ولا بيمانع؟ يبقى اتجاه القوه بتاعته فين؟ عكس. وقوه قدرها كام؟ كي اكس اوف تي الازاحه بتاعتي يبقى هنا كي اكس اوف تي. طيب الدمبر ده بيشد ولا حركه البستون جواه بيمنعها؟ يبقى في اتجاه عكسه برضه مع مين؟ يبقى دول القوتين عكس القوة الايه؟ الأصلية، قوتين بيمنعوا حركة السيستم والقوة بتحاول تضغط الايه؟ السيستم. بقوة قدرها كام؟ بيتا بيتا في ايه؟ تصادر اكس ها؟ اكس دوت اوف تي تمام يا جماعة؟ رد عليا. دي اسمها ايه؟ فري بودي دايجرام. خلاص ما عادش يلزمنا المكان السيستم ده في حاجة. طيب الكتلة دي بقى أجيب لها معادلة ازاي؟ قانون نيوتن بيقول ايه؟ السمشن اوف فورس يبقى ده ناقص ده ناقص ده كده بنقول سمشن ما هو الجمع الجبري قوه القوى عكس بعضها يبقى باللي طرحه ولا بالجنب والقوى اللي في اتجاه بعضها يبقى كلمه سمشن اوف فورس معناها ايه الجمع الجبري للقوى ايا كان بقى دي رايحه فين ودي بتعوق ولا فاهمين قصدي يا شباب طبعا صح كده يبقى ساعتها اقول اف اوف تي ها زائد ولا ناقص؟ ناقص ايه؟ اوكي اكس اوف تي ها ناقص ايه يا شباب؟ بي
اكس دوت اوف تي المفروض ده يساوي ايه يا شباب؟ يساوي مين؟ قانون مو قانون نيوتن الاول يساوي ايه؟ الكتله في العجله. عرفنا ازاي نطبق يا جماعه القانون ده؟ مع الحته دي معناها ايه؟ سبمشن. خد الناس ترد عليا. الحته دي معناها ايه؟ سبمشن اوف فورس على مين؟ جسم ما يساوي ايه؟ كتلة هذا الجسم في ايه؟ العجلة اللي اتحرك بيها. سهلة كده ولا صعبة؟ هو مفيش قوة احتكاك. ما هنا انا ما افترضتش ان هنا ده سيستم جبت سيرة الارض اللي بيتحرك عليها الكتلة دي فجبت ستريس. ما افترضتش حاجة هو ما قالهاليش من الموديل بتاعي. ماشي؟ ممكن اقول لك ايه؟ هقلب لك دي بس انا عشان ما اصعبش عليك الدنيا ممكن بقلب دي واخلي دي السقف. يبقى في احتكاك؟ فاهمين قصدي يا شباب؟ وبدل ما هي تبقى الحركه اللي كده تبقى الحركه ايه؟ لتحت. فاهمين قصدي يا شباب؟ يعني مش بالضروره لازم فراكشن ليس. ريحت كده؟ الوسط اللي انا بتحرك عليه فراكشن ليس. يعني بقول لك اهمل احتكاك المنظومه دي بالارض. يبقى اذا بقى دلوقتي عايز اجيب الترانسفير فانكشن. خلاص بسيطه. الترانسفير فانكشن جت ليه؟ لابلاس الايه؟ الاوت على لابلاس الايه؟ الانبوت. يبقى لازم احط دي في يا جماعه في الاس دومين. لازم احط دي في الايه يا جماعه؟ الاس دومين. وهودي كل طرف الاوت في طرف والانبوت في ايه؟ طرف اخر. يبقى هنا هيبقى عندي ام اكس دبل دوت اوف تي زائد بيتا اكس دوت اوف تي زائد كي اكس اوف تي. جبت الكلام ده كله منين؟ ودي ده هنا ودي ده ايه يا جماعه؟ هنا ايه؟ فاهمين قصدي يا جماعه؟ وترتبتهم اكس دبل دوت اكس دوت اكس بيساوي ايه يا جماعه؟ اف اوف تي. ما تنساش زي ما احمد قال لنا ان الاكس هي الاوتبوت الاف اوف تي ايه يا جماعه؟ الانبوت. لسه قايلين الكلام ده. يبقى اذا انا اجيب لابلاس للطرفين هيبقى عندي هنا التفاضل الثاني بس تربيع. صح كده يا رجاله؟ زائد التفاضل الاول بايه يا جماعه؟ باس. دي ثابت ما فيهوش حاجه بكام؟ بكي. الكلام ده مضروب في مين؟ في اكس اوف اس. خدت اكس اوف اس ايه؟ مشترك. المفروض تقول لي ام اس تربيع اكس اوف اس زائد بيتا اكس اس في اكس اوف اس زائد كي في اكس اوف اس. صح؟ هناخد لك اكس اوف اس مشترك. فاهم ده دي حاجه؟ الكلام ده بيساوي ايه يا جماعه؟ ها؟ اكس اس. اما ابقى اعرف الانبوت اللي انت مدخلها لي هجيب لها اللباس بتاعها ستيل فانكشن يبقى واحد على الاس، لما فانكشن يبقى واحد على الاس تربيع ايا كان. اما ابقى اما تديني الانبوت اعرف اكتبها ازاي. وصل يا شباب ومش فاهم. ها اللباس بتقول ايه؟ لباس الاوت. لباس الاوت ها؟ يساوي واحد على واحد على ام اس تربيع زائد ها بي اس بيتا اس زائد كي. ده ايه يا جماعه ده؟ ترانسفير. فهمنا الدنيا يا شباب؟ اتفضل يا حبيبي. اتفضل. الايمو اللي هو اكس اوف اس احسن. لابلاس الاوت على لابلاس الانبوت. وصلت يا شباب؟ وصلت الرجاله؟ اه. يبقى اذا هنا الميكانيكال سيستم هيبقى انا منتظر منك يا دكتور توليفه بقى ما بين شويه سبرينج على شويه ايه يا جماعه؟ ماسز على حتتين داش بوت على ارضيه خشنه. الامر مش 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 ازمه بقى بس نتعلم ازاي نستعجل. يبقى القانون الحاكم هو قانون مين يا جماعه؟ قانون نيوتن الاول. بيقول ايه قانون نيوتن الاول؟ ها مجموع القوى ها المؤثره على جسم ما يساوي ايه؟ كتله هذا الجسم في ايه؟ عجله اللي اتحرك بيها. كل هدفي ان اي ماسز هتبقى في السيستم بتاعي اعمل لها في ايه؟ بودي دايجرام. يعني لو عندي اثنين ماس يبقى عندي كم معادله؟ معادلتين. لو عندي ثلاثه ماس يبقى عندي كم معادله؟ ثلاثه. واستعمل بقى بلوك دايجرام عشان احل المعادلات. استعمل سيجنال فلو جراف عشان احل المعادلات. لو هم معادلتين يا دكتور استعمل الاناليتيكال ميثود عشان تحل المعادلات. انت ايه؟ حاضر. اصلا شباب ولا مش اصلا؟ رد على حبايبي تعالى ناخد مثال شويه تكون في تفصيليه. اي مشكله كده على الصفوره يا شباب؟ هنا بقى اسمها في احتكاك. في احتكاك يا شباب.
خلاص ما تحطش التاتش بالله عليك في المسائل. اما اقول لك في احتكاك يبقى في احتكاك. في اثنين في الوسط ده. في عندي هنا الكتله الثانيه اللي هي المسول فيها وسط ثاني. في وسط ثاني فاهمين قصدي؟ يعني بالضرورة الحته اللي بتمشى عليها دي هيكون نفس احتكاك الحته اللي بتمشي عليها الثانيه. وارد ان الحته دي فيها رمله، وارد ان هناك ما فيهاش ايه؟ رمله. يعني هنا هتبقى في الاخر. وهنا طبعا في احتكاك كاشن اسمه كده ايه؟ اثنين. وجود الاحتكاك خشن بيتعامل معامله الداش بوت او الدمبر. لان في النهايه الكتله لما تمشي على وسط خشن مش زي ما تمشي على حته مسح. لا بس على كلام انا قلته. اتفضل يا حبيبي. تمام. وصل كده يا شباب؟ وهنا عندي فورس. اما طبقت الفورس على السيستم هنا دي اتحركت بازاحه قدرها اكس 1 ودي اتحركت بازاحه ثانيه مختلفه. بس يا جماعه مفيش مجال ان انا اقول ان دي اتحركت بنفس الازاحه. مفيش مجال. ليه؟ خليت اسبيش الكيس. ليه؟ اكس 1 لا تساوي كام يا جماعه؟ اكس 2. والا ما كنتش حاطين اكس 1 وايه يا جماعه؟ اكس 2. ايه المطلوب يا دكتورنا؟ فاين ذا اوفرول ترانسفير فانكشن فور ذا جيفن ميكانيكال سيستم. معايا؟ هطبق ايه؟ قانون ايه؟ نيوتن الاول. طيب حضرتك يا دكتورنا العزيز عندي كم كتله؟ يبقى عندي كم فريم دو داجرام؟ يبقى عندي كم معادله؟ وحل المعادلتين مع بعض. تعال نشوف الدنيا هتمشي ازاي وهنعمل ايه. اول كتله ام 1. يبقى اول حاجه بتيجي في دماغك في المساله دي تجيب الفري بودي دايجرام. طيب الكتله ام 1 بيأثر عليها ايه اول كتله؟ الفورس اللي هي الاوس بتاعتي. الفورس اف 2 اف 2 خلاص؟ في اتجاه الفورس اللي هو ده اللي في الرسم. ايه اللي بيعوضها؟ اول حاجه تعوض عشان ما تنساش الاحتكاك بيعامل معامله الدمبر. يبقى اقول ايه؟ بيتا 1 اكس دوت. اكس دوت ايه بقى؟ اكس دوت ايه؟ انا اكس بقى؟ دي اتحركت بمقدار اكس 1. انا ماليش دعوه بدي دلوقتي. دي اتحركت بمقدار كام؟ اكس 1. يبقى في هنا فورس قدره ايه يا جماعه؟ بيتا 1 اكس دوت اوف تي. اكس كام تحديدا؟ ليه دي يا دكتور؟ عشان انا الكتله بتاعتي ما مرتش زي المثال اللي فات كان فريكشن ليس. يعني ايه فريكشن ليس؟ يعني الاحتكاك بيساوي كام؟ صفر. هنا انا ما قلتش ان الاحتكاك بيساوي صفر، قلت الاحتكاك معامل الاحتكاك الخشن بتاعه كام؟ بيتا 1. يبقى تعامل معامله الدمبر. يبقى بتساوي بيتا 1 اكس 1 اكس دوت اكس 1 دوت ايه؟ اوف تي. ماشي يا اسلام؟ عظيم جدا. طب ايه اللي بيعوق الحركه كمان؟ السبرينج. فكر قبل ما تجاوب. الفورس بتاعته كام؟ ها؟ كام؟ اكس 1. واحد قال كيف اكس 1؟ ها؟ اكس 1 ناقص اكس 2. كيف؟ اكس 1 ناقص اكس 2 اسماء. وفي زميل تاني بس استكر ما اعرفش ليه. يا الله ما انا نهبد. انا انت بتقول لنا نهبد براحتك. واحد يقول لي كيه اكس 1 زائد اكس 2. السبرينج هو يا دكتور. السبرينج بمنتهى البساطه اما طبقت الفورس الكتله بتاعتي اتحركت لورا صح كده؟ عملت ايه في السبرينج؟ ضغطته. السبرينج عايز يتحرر يرجع لوضعه الطبيعي. كلنا بنحتاج نرجع لوضعنا الطبيعي. كلنا بننرفز بس مش عايزين نستمرين طول الحياه متنرفزين فعايزين نبقى هاديين صح الكلام؟ فالسبرينج ده اتضغط بمقدار اكس 1 صح الكلام؟ عمل ايه؟ راح جاي زي مين؟ الكتله اللي وراه. خد بالك هو انضغط بمقدار كام؟ اكس 1. وبعدين زق اكس اللي وراه بمقدار كام؟ اكس 2. يبقى انضغط وبعدين ايه؟ مش اتشد. حاول يرجع لوضعه بس طبعا ما ايه؟ ما رجعش الكامل وضعه لان انا قلت لك اكس 1 اكبر من ايه؟ اكس 2 ولا تساويه. لو تساويه يبقى ايه؟ رجع لوضعه يبقى ما فيش فرصه اصلا. صح الكلام؟ وفي نفس الوقت ما تشدش. ليه؟ لان الكتله الام 2 ما شدتوش لورا. ده هو اللي زقها
رد على حبايبي لورا فما شددهوش معايا ولا مش معايا؟ هي بعد ما قلت الكلمتين دي ترجح ايه؟ ها؟ قولوا بقى بصوت عالي اكس واحد ناقص اكس اتنين مش اكس واحد بس لان معنى ان هي اكس واحد بس معناها انه انضغط وثبت في محله يعني الكتله دي ما اتحركتش يعني لو قلت ان اكس اتنين دي بصفر معناها انه انضغط بس وصل يا شباب؟ خد بالك يا حبايبي بصوت عالي الناس ما ردتش وصل يا رجاله؟ يبقى ما ينفعش ايه؟ كيف اكس واحد هنا انا ضغطت وعندي رغبه في ان ارجع لحاله الريلاكسيشن بتاعتي فبحاول اشوف لي مخرج الفورس من عندي ان انا اتحرك من قدام في عندي هنا حيطه مايله اهي فبتحاول تزقها لايه يا جماعه؟ لورا زائد مقدار كام؟ اكس 2 يبقى انا رجعت استرد من الاسترتش بتاعي من الطول الطبيعي كام؟ اكس 2 لكن اكس 2 لا تساوي اكس 1 يبقى اذا الحرارة اللي انا انضغطته بقى فعليا اللي انضغطته فعليا كام؟ اكس 1 يلا نعلي معنى كلمه اكس 1 زائد اكس 2 معناها ايه؟ معناها الاخ اللي كان بيقول التمارين معناها ان انا ضغطته ده ودي كمان عملت ايه؟ اتحركت لقدام راح جاي ضغطه كمان هل ده حصل؟ رد عليها بقى يبقى ما ينفعش اكس 1 زائد يبقى اذا اللوجيك بتاعي هو ايه يا جماعه؟ نقول ك ها اكس 1 ها طبعا دي 1 ده طبعا ايه يا جماعه ناقص هل في قوة اخرى تطلعي لو في حطها في الاتجاه بتاعها. طيب الماس الثانية مين اللي زقها لورا؟ مين السبرينج؟ رد على اللي بالعربي الأول. مين اللي زقها لورا؟ السبرينج. يبقى القوة بتاعته في الاتجاه هي اتأثرت في الاتجاه ده ولا في الاتجاه ده؟ يبقى هنا في فورس. طبعا مش من الانبوت. ده دي تداعيات حركة الكتلة دي صح كلام؟ فزقتها لورا يبقى القوة الكاملة هي قوة مين؟ السبرينج فهنا هيبقى ايه يا جماعة؟ كي واحد اكس واحد تي ناقص حلو كده حد معترض؟ في أي مؤثر آخر زق الكتلة غير دي؟ معايا يا شباب؟ طيب مين معوقات الحركة؟ الاحتكاك أول معايا؟ هل بالضرورة إن كده واحد يساوي ده اتنين؟ لا ممكن في الورشة بتاعتي هنا في شوية رملة وهنا حطيت شوية زيت وقعوا من المكنة وأنا بقى إيه؟ وأنا بشحم التروس ولا بغسل التروس، صح كلام؟ طبعًا ده احتكاك وده احتكاك مختلف تمام، صح كلام؟ يبقى هنا هيبقى في ضد ولا معاه؟ ضد يبقى بيتا واحد ولا بيتا كام؟ اكس 2 ضد لان هي اتحركت من مقدار اكس 2 يبقى اكس 2 ايه؟ طيب السبرينج كي 2 بقى؟ كي كام؟ ليها علاقه باكس 1 لان انا ايه؟ ضغطني وجيت ازق الحيطه اللي ورايا ما انزققتش فاصبحت ايه؟ انضغطت بس ايه؟ ما خدتش نفسي في ايه؟ في التحرر شويه صح كلام انا ما غلطتش لان دي ايه يا جماعه دي؟ حلو دي يا شباب حلو يبقى اذا هنا في ك2 اكس2 حد عنده اي اعتراض يا شباب؟ طيب عندي اثنين في فري بوت دايجرام يبقى عندي كم معادله؟ معادلتين بقانون مين؟ يبقى اذا الماس الاولى في عجلتها عجلتها يبقى اكس كام يا جماعه؟ اكس 1 دبل دوت اوعى حد يهبط بقى ويقول لي ايه اكس 1 دبل دوت ناقص اكس 2 دبل دوت لا هي ما اتحركتش ورجعت هي اتحركت ليه؟ لورا بس ده عجله كان طالعها كام؟ التفاضل الثاني للازاحه بتاعتها اللي هي كام يا جماعه؟ اكس 1 دبل دوت فاكس 1 دبل دوت اوفتين بيساوي مجموع القوى المؤثره اللي هي مين؟ اف اوفتين ها؟ ناقص ملوني بيتا 1 اكس واحد اوف تي
ناقص K في X واحد وفي T ناقص X اثنين ايه يا جماعة؟ K واحد وفي T في K واحد. صح كده؟ كل اللي انا اعمله هودي كل ما هو X واحد في الطرف اللي هناك و X اثنين كمان معاه على امل ان انا اجيب ما ينوب عن X اثنين في لاحقا من المعادلة اللي ايه؟ التالي. وصل يا شباب؟ عظيم. يبقى هنا واخد اللبلاس بقى خلاص هيبقى عندنا هنا ام واحد ها اكس تربيع ها هنا ده هيجي بالايه بالموجب بيتا واحد في اس طبعا في اكس واحد ده هيروح هناك بالايه بالموجب ها في واحد بس مع مين في واحد الكلام ده موجود في مين في اكس واحد ها وفي اس دي بقى هتبقى هنا بكام؟ الموجب بعد هناك بالايه؟ السالب ناقص كي واحد اكس اثنين اوف ايه؟ اوف اس دي يساوي واضح يا شباب ولا مش واضح؟ وضع حبايبي خلاص يا رجاله؟ يبقى نيجي بقى نجيب الفري بودي دايجرام رقم اثنين يبقى اذا الفورس المؤثره هي مين؟ وضع لها حبيبي في واحد في اكس واحد وفي ناقص اكس اثنين وفي صح كلام رجال الكلام ده بيساوي ايه طبعا ناقص الفورس دي اللي هي بيتا او كي اثنين او بيتا اثنين اكس اثنين دوت وفي ناقص كي اثنين اكس اثنين وفي بيساوي الكلام ده كله بيساوي ام 2 اكس 2 في عجلتها هي اتحركت اكس 1 اكس 2 ولا اكس 1 زائد اكس 2 ولا اكس 2 بس يبقى بيساوي دبل دوت اوف كام يا جماعه اوف ده ايش كده يا جماعه كل اللي انا هعمله بقى المره دي مفيش اف بس في اكس 1 وايه واكس 2 انا عايز اجيب ايه اكس 2 بدلاله ايه اكس 1 لان اللي اتحرك السيستم كله على بعضه اتحرك كام بالظبط كام ها اكس 1 السيستم كله اتزق كام يبقى ده اللي هو الاوت وده مازال ايه يا شباب ها الام عشان اجيب الترانسفير فانكشن عايز اسيب اكس 2 واحط مكانها مين خد الله يا حبايبي كله اتزق المقدار كام يا حبايبي يبقى ده السيستم ككل تم ازاحه المقدار يبقى هي دي الايه الاول طيب المؤثر اللي كان مين اف 2 طب هنا ينفع اجيب الترانسفير فانكشن هتقابلني مش عارف مين عايز اجيب دلالتها من دلالة ايه يبقى عامل ايه هنا بقى هاخد كل الاكس 1 في ضرب واخلي اكس 2 فين في ضرب عشان اجيب علاقه ما بين اكس 1 وكام واكس 2 هودي بقى هنا الاكس 2 دي كلها هتروح هنا فيها ايه مش كده وناخد الايه اللابلاس يبقى هنا يبقى يا جماعه ايه ام 2 ها اس تربيع هل صوتكم شويه اس تربيع ها بيتا 2 دي تروح زائد بيتا 2 ايه اس اس دي تروح هنا زائد كام الكلام ده كله مضروب في كام اكس 2 صح كده بقى كده طيب ايه اللي لسه ما خدتوش اه بس انا خلاص انا ما خدتش دي كمان يبقى دي كي 1 زائد كي 2 اكس 2 اوف اس يبقى خدنا ده وخدنا ده وخدنا ده فاضل لي ايه؟ اكس 1 كي 1 في ايه يا جماعه؟ يبقى اذا اكس 2 هتساوي كام يا رجاله؟ كي 1 على هيساوي ها؟ كي 1 على ها؟ ام 2 ها؟ اس التربيع زائد ها؟ بيتا 2 زائد كي 1 على مضروبه في كام؟ اكس 1 اكس 1 او اكس 1 دي معادلة كام يا حبايبي؟ ها؟ 2 انا لا محتاج بقى سيجنال فلوجراف ولا محتاج ايه؟ فلوجراف ليه مش محتاج الكلام ده؟ لان بمنتهى البساطة كل اللي منوط بحضرتك اللي انت تعمل ايه؟ تشيل اكس 1 وتحط مكانه اكس 2 مش عايز فلسفة؟ مش عايز ايه؟ فلسفة يبقى بالتعويض فين؟ عن كي عن اكس 2 بمقدار كام؟
كي واحد على كذا 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 في اكس واحد في المعادله رقم كام؟ واحد. يبقى اذا ده هيبقى عباره عن ام واحد اس ترميم زائد بي واحد في واحد اس زائد في واحد خلاص بقى هنخلي اكس واحد بره خلاص بقى ها ناقص في واحد في واحد في واحد تربيع في واحد في واحد اهي مش كده؟ على كام يا حبايبي؟ اشيل بقى اكس 2 واحط مكانها كام؟ ها؟ ام 2 اس تربيع زائد بيتا 2 اس اس زائد في واحد زائد 2 الكلام ده كله مضروب في مين؟ الكلام ده بيساوي اهو جاي اعمل ايه؟ واحد المطلوب واحد الايه؟ المطلوب هيبقى هنا عباره عن ايه؟ المطلوب بتاعته تمام؟ ام 2 ها؟ اس ضربين يلا يا جماعه زائد بيتا 2 زائد زائد اتنين. فوق ده في ده ناقص مين؟ ناقص واحد ناقص ده يبقى اذا هنا اهي ام واحد يلا زائد في واحد زائد كي واحد في ام اتنين ها؟ ام زائد زائد كي واحد زائد كي ناقص ناقص ايه بقى؟ كي واحد تربيع كي واحد الكلام ده كله ايه؟ اكس واحد ده مش بيساوي مضروب في مين؟ اكس واحد ده بيساوي اكس واحد عايز اعمل ايه بقى؟ ترانسفير فانكشن لابلاس الايه؟ الاوتبوت الاوتبوت اللي هو مين؟ الاكس واحد ده واحد على لابلاس الاوتبوت اللي هو مين؟ الفوز يبقى عامل ايه؟ شال اقلب يبقى الكلام ده بيساوي ام 2 اس تربيع زائد بيتا 2 اس زائد كي واحد زائد كي اتنين ها؟ ام واحد اس تربيع زائد بيتا واحد ها؟ اس زائد كي واحد مضروب في ام اتنين اس تربيع زائد بيتا اتنين ها؟ اس زائد كي واحد زائد كي اتنين ناقص دي الترانسفير فانكشن بتاع السيستم في اي اشكاليه كده كده؟ في اي اشكاليه كده كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي زي ما انت شايف كل شويه بتزيد مش صعوبه يعني هي في النهايه برضه هي نفس الاسطمبه بس بشكل يعني بنزود شويه بعض العناصر معايا يا شباب ولا مش معايا؟ طيب ميكانيكال سيستمز اللي قدامي ده اعمل فيه ايه؟ ده برضو مثال كان جيت بعد الامتحانات لا اتذكر السنه يعني. فهم يبقى هنا كانت مساله كانت وردت في احد الامتحانات اقول لك فيها ايه؟ كان معتاد. فاينز اوفر اول ترانسفير فانكشن بس انا عشان ابسط للطالب الليله فقلت له الاكس 2 بتاعك كان اول والام بتاعك اللي هو ايه يا جماعه؟ اف اوف تي هو اللي ايه زائد الكوست الدكتور اللي انا عايز اجيب الاوفر اول ترانسفير بين مين ومين؟ بين الانبوت والاوت. على افتراض ان الانبوت وده مش افتراض. اف تي. طيب عندي اكس واحد ولا اكس اثنين؟ هنا هقول لك مثلا الانبوت اكس اثنين، هنا وليكن قلت لك اكس واحد، فهنا المساله اتحلت وترجع للاكس اثنين، خلاص انا مش شايف على الاكس اثنين، في حاجه مزعلك؟ خلاص، طب لو انا ما حددتش الاوت طبق اللوجيك، طبق الايه؟ اللوجيك، الكتله دي زائد السيستم كله يبقى هي على اكس كام يا جماعه؟ على اكس، في اي مشكله كده؟ حصل. اعني في الانبوت الدايجرام مفيش افكار يا جماعه مفيش افكار لان القانون اللي حطه نيوتن حدد الطريقه حدد الايه؟ الطريقه يبقى على طول ام 1 طبعا في فورس واضحه هي اللي ايه يا جماعه؟ الانبوت اللي هي مين؟ اسال اللي عامل صوت بقى وانا بزق دي كده السبرينج ده بيعمل ايه؟ شدها لورا ولا بيدفعها لقدام؟ يبقى الفورس بتاعته فين؟ كده والكين كبره كام؟ كي واحد اتحركت قد ايه؟ ولا اكس واحد واكس اثنين؟ ايه اكس واحد
طيب يبقى دي بصينا لده لانه بيشدها بورا عكس الاتجاه اللي هو المؤثر. طب السبرنج ده او المعوطه دي الاول معوطه ولا بتدفع العربيه قدام؟ معوطه. يبقى الفورس اتحركت في المدار كام على المعوطه دي؟ يبقى بيتا واحد اكس واحد نطر. خلصنا ده. نبص للاثنين دول. الاثنين دول ما اتحصل لهم ايه؟ حاجتين هي نفس المساله اللي فاتت بس كلكعنا شويه الدنيا شويه صح كده؟ حصل لها ايه؟ اما الكتله دي زقتها اتحركت بمقدار كام؟ بس كده؟ والدم اتعمل في اللي بعدها؟ رد عليها يا حبايبي زقها بكس 2 يبقى نفس المساله اللي فاتت ولا لا؟ فاهمين قصدي؟ يبقى هنا هيبقى الفورس اول حاجه بتاع السبرينج هيبقى كام؟ ها؟ اكس واحد تي ناقص اكس اتنين. ودي احنا خلاص فهمناها من المساله اللي ايه؟ اللي فاتت. طب والديش بوت برضه حصل نفس كده ضغطت البستون ورجعت ايه؟ سحبت ضغطت بمقدار كام؟ اكس واحد وسحبت بمقدار كام؟ اكس اتنين. يبقى اكس واحد ناقص اكس اتنين بس ايه ده؟ تفاضل اول تفاضل ايه؟ اول. يبقى هنا هيساوي كام يا جماعه؟ ها؟ بيتا 3 ها؟ اكس واحد ها؟ الكلام ده بقى يساوي كام؟ صح كده؟ في اي فورس ستابتر؟ نبص على الماس 2 مين اللي حرك الكتله ماس 2؟ وحش. مين اللي حرك الكتله ماس 2؟ بس السبرينج والدمبر لان الاثنين بيفصفصوا صح كلام؟ الاثنين انضغطوا وعايزين طريقه ان يفكوا ايه؟ عن نفسهم. فالدمبر انضغط بمقدار اكس واحد وبعدين البستول بيحاول يفلفص فرجع لورا علشان يفلفص حركه سبب معايا انت معايا ولا مش معايا؟ اه يبقى هنا الفورس دي الداشبورد يبقى السبرينج الاولاني كي 2 ها؟ اكس واحد ناقص اكس 2. في المقابل برضه الداشبورد عنده نفس الازمه صح كلام؟ فبدا يحاول يفضفض يبقى مين؟ بيتا 3 اكس 1 احسنت بوت اوف تي ناقص اكس 2 بوت اوف تي. خلاص يا شباب؟ ايه بقى اللي عاوق؟ ده جاب مين؟ بيتا 2 اكس كام بقى؟ بس ليه يا وحش؟ وحش؟ خلي المسألة في البيت كملها أنت بس خليك معايا. ما أنت السبب كمل هكمل يبقى إيه؟ اتحركت مقدار إكس 2 بس على الحتة الكيشة دي. مالهاش علاقة بالمسافة اللي إيه؟ طيب السبرينج ده بقى؟ ها؟ إيه اتحرك قد كام؟ ما عرفش يفرط لأنه لا عارف يرجع المكان الماس مكانها ولا عارف يهد الحتة دي ويتحرك إيه؟ ويفك صح كده؟ وأصبح هنا في 3 بس واحد بقى طبق قانون مين بقى؟ نيوتن ايه الاول هنا ايه بقى؟ ام واحد اكس واحد ايه؟ دبل دوت اوف تي بيساوي اف اوف تي. وحط بقى الليسته دي كلها حط النهاد الاول ايه مع بعض يبقى ايه؟ ناقص بيتا 1 اكس 1 ضد ناقص بيتا 3 اكس 1 ضد ناقص ضد اوف تي. بعد كده فاضل لي مين؟ الاثنين دول ناقص كي 1 اكس واحد اوف تي ها ناقص كي اتنين ها ناقص هو دلوقتي يقول لي كل اللي هو اكس اتنين حطه مع بعض ليه اسمها اكس اتنين يعني هو قال لي ان هي ايه؟ هو لو ما قال لي السيستم كله اتزحلق عند مين؟ انا ضد الاختيار ولا بس اكمل المرجع اللي انت هتقراه
في كده انا مش هتفلسف انا ما عرفتش منطقي. لكن اللي انا اعرفه ان الايه السيستم كله اتحرك كام؟ اكس 1 مطلوب المساله اللي قبلها. لكن طالما هو قال لي طبعا الاكس 2 الاول خلاص انا كفايه من هنا يبقى احاول اجمع كل الاكس 2 ايه يا جماعه؟ في بعض اودي دي هناك يبقى هاخد الاكس 1 كده كله في طرف واحد. يبقى هنا يا جماعه ايه؟ ام 1 اس تربيع زائد ليه زائد؟ لان هنا ده هيبقى من ايه؟ بالناقص دي بثلاثة ودي من ايه؟ بالناقص كل ده هيروح بالايه؟ بالموجب هيبقى بيتا واحد ايه؟ زائد بيتا ثلاثة مضروبة في كام؟ في اس هي دي ودي هيروح هناك بالزائد يبقى هيبقى بيتا واحد زائد ها؟ في ايه؟ مضروبة في اكس واحد اللي انا هاخده ايه؟ مشترك فين اكس واحد ديا بالسالب ودي كمان بالسالب هيروح هو ايه؟ تفضل ايه؟ بالموجب هنا ايه؟ كي واحد ها؟ في اكس وبس يبقى كل ده مضروب في كام؟ اكس واحد ها؟ فوفس يساوي كام؟ ده الفوفس مش دي بس ومعاها كام بقى اكس 2 زائد ليه زائد يا دكتور؟ لان ناقص ناقص زائد وناقص ناقص زائد يبقى هنا ايه؟ زائد مين مع مين بقى؟ هيبقى بيتا 3 اس صح كلام؟ ها؟ زائد ك 2 اكس 2 اف صح كلام؟ صح كلام؟ صح عظيم جدا الثانية طبعا هنا كده بقى هيبقى في محاولة ان انا ايه احول دي بمقدار مين؟ اكس 2 بدالة مين؟ اكس 2 يبقى هنا عندنا هنسمي ولا بنظبطش نظبط شوية عشان نشوف الكلام ازاي هناخد ده يبقى عبارة عن كي 2 في اكس 1 او اكس كام ده؟ اكس 1 اوف تي ناقص اكس 2 اوف تي زائد لو ما تصمش تصمش على فوق زائد بيتا 3 اكس 1 دوت اوف تي ناقص اكس 2 دوت اوف تي ناقص بيتا 2 اكس 2 دوت اوف تي ناقص بيتا 3 اكس 2 اوف تي الكلام ده بيساوي ام 2 اكس 2 دبل دوت اوف تي لا اشكال كده كده لا اشكال اذا هذا كل اكس 2 ودي فين في النهايه هنا واجمعنا على الايه الام اس تربيع يبقى ام 2 اس تربيع طبعا انا هاخد كل الاكس 2 هاخد دي هناك دي بالايه بالسالب يروح هناك بس ابدا بالبي ده الاول دي بالايه بالسالب يروح هناك بالايه بالموجب يبقى زائد ها بيتا 3 اس اس في حاجة وهنا كمان دي هتروح يبقى بيتا 2 زائد بيتا 3 مضروب كام؟ في اس اشكالية؟ ايه تاني؟ يبقى احنا خدنا دي مع دي وخدنا دي فاضل لك ايه؟ الكهاء يبقى الكي 2 هيروح بالموجب وده هيروح لك بالايه؟ بالموجب زائد كي 2 ها زائد بيتا 3 الكلام ده مضروب كله في كام؟ اكس كام؟ دي سبب الطرف الثاني هيبقى فيه مين بقى؟ اكس 1 الاكسات اللي هي الاكس 1 هنا في عندنا اول حاجات دي 3 اكس ايه؟ 1 في عندي حاجه ثانيه؟ ما عادش عندي يبقى اذا هنا بي 3 كي 2 كمان اس بي كي 2 ما لا انا بتكلم على بيتا بيتا اس مضروبه في مين؟ في اكس كام؟ اكس 1 زائد ادي كده 2 في اكس دي خلاص خدناها ودي كده خدناها ودي خلاص خدناها ودي كده خدناها ودي خدناها يبقى خد المين خدناها ده خدناها ما عادش في حاجه ثانيه صح الكلام؟ كي 2 فين بقى كي 2 زائد كي 2 في اكس في اكس 1 في اكس صح الكلام يا حبيبي؟
في المره اللي فاتت احنا عايزين هو قال لي ان الاكس 2 دي الاول يبقى انا عايزين دي زي ما هي وعوض عن اكس 1 بدلاله مين اكس 2 اكس 1 هيساوي كام ده اكس 1 اس هيساوي كام يا حبايبي هيساوي ام 2 اس تربيع زائد ده بيتا 2 زائد بيتا 3 ها اس زائد ايه كي 2 ها 3 دي 3 الكلام ده كله مقسوم على كام يا حبايبي بيتا 3 اس زائد ايه يا حبايبي اتفضلي مضروب كام ده رقم كام ده اي مشكله كده يا جماعه هعوض بقى عن ايه اكس 1 بدلاله مين اكس 2 اكس 2 هدي هتبقى عباره عن ام 1 اس تربيع بيتا 1 زائد بيتا 3 ها اس يلا الناس تقطع عليا زي الكلام ده كنت بقى الواحد لما بكبر واحد الكلام ده المفروض هيتضرب في كام في الكلام ب3 هنضرب في كام بكذا لا حاضر انا هعمل كده دلوقتي بيساوي كام ام 2 ايه اس تربيع زائد ب2 زائد ب3 زائد ب3 وطلع لنا بقى زائد ب2 المفروض ده مقسوم على كام؟ اظن الفاضله وعندها حق قالت لي ما تيجي نسمي الترم ده كله دلتا مش الدلتا بتاعت السيجنال في الجدران او اديني اي رمز تاني يعجبك بس يعني الرمز ده دلتا حلو قوي بقى عاجبني انا كده واخد بالك ده بيساوي كام يا جماعه؟ اكس كام ده بقى؟ اكس 2 اوف اس فاهمين قصدي يا شباب؟ وصل ولا مش وصل؟ فهو اعتقد ان كل الكلام ده اما هفك الاثنين دول في المضروبين في بعض دول هيطلع الترم ايا كان بقى شكله اسمه ايه يا جماعه؟ دلتا في اي مشكله كده؟ بس ملهاش علاقه بالدلتا بتاعت مين؟ اسمعها عشان ما حدش يجي لي بكره ويسالني الدلتا دي جبتها منين دي صح؟ لا دي ده رمز اسامشن خلاص؟ يبقى اذا الكلام ده اتحول الى دلتا مضروبه في كام يا جماعه؟ على بي 3 اس زائد كام يا جماعه؟ في 2 في مين؟ بي ناقص بقى اكيد مين بقى هلاك من على اخر الدنيا دي؟ بي 3 بي 3 ايه؟ اكس 2 يبقى ناقص يبقى ناخد الايه؟ الاكس 2 مشترك هيبقى هنا كام يا جماعه؟ بي 3 اس زائد كام؟ في 2 الكلام ده كله مضروب في كام؟ اكس 2 اس يساوي مين يا حبايبي؟ رد عليا يا حبايبي طبعا تقدر توحد اللي بقى المنظومة هيبقى اذا عندنا هنا بيتا 3 اس زائد كي 2 طبعا ده بالايه؟ بالسالب مضروب في مين؟ في بيتا 3 اس كي 2 يبقى الكلام ده كام؟ تربيع ويبقى هنا ايه؟ على بيتا 3 اس زائد كام يا حبايبي؟ اتفضل عليك الكلام ده مضروب في مين؟ اكس 2 بيساوي مين؟ اف اوف اس وعليه هنا بقى ابدا اقول ترانسفير فانكشن يبقى اكس 2 اوف اس على اف اوف اس على اف اوف اس بيساوي ايه يا جماعه؟ بيتا 3 زائد على دلتا ناقص بيتا 3 بيتا 3 اس اس زائد كي زائد كل تربيع الامر ما يشبهوش ابداع هو في ابداع لاننا اتعلمنا حاجه بس يعني ابداع نمطي يعني مين صحيح المساله شكلها بقى يفوت لكن برضه تحليلها ما زال تحليل ايه يا جماعه نمطي صح كلام كل اللي عملته ايه كتله تريبيوت ديجرام
طب بقدر المايند فورسز اللي في الاتجاه الواحد جمعتها مع بعض واللي في الاتجاه الثاني طرحتها منه صح كلام؟ طب بقدر قانون نيوتن ثم بعد كده مجلات معادلات او معالجات رياضيه لا الفك ان انا اعملها باي طريقه سواء بقى سيجنال فوتوجرام بروجرام حل جبري او انا ما استبعدتش الحاجه اللي الجبري من ذاكرتك اللي انت اتعلمتها بس جه وقتها ان انا هلاقي جماعه جبري لان مفيش منطق ان انا اعمل سيجنال فوتوجرام على حاجه زي كده ولا في منطق ان انا اعمل بروجرام على حاجه زي كده معايا شباب يبقى الامور كلها انت مهندس انتقد الطريقه اللي تيسر على نفسك بيها حياتك. Yeah, I can make a little bit of time.